سيد الوزير، نقرأ عليك بلاغ ديال المجلس الحكومي بتاريخ 10 فبراير 2022. أما بخصوص ملف أطر هيئة التدريس الحاصلين على شهادة عليا فستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث مناصب مالية في قانون المالية وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة وتنظيم المباراة في نهاية 2022. هذا بلاغ صادر عن المجلس الحكومي السيد الوزير، مع كامل الأسف هذا لم يحصل، لم ينفذ، ما السبب؟ شكرا سيد الوزير. وطبعا الحل لا بد نأكد لكم على أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سبق أنها ما وقعت على النظام الأساسي 2003 السيد الوزير، واللي أجهز على حق ترقية الشهادات. كنعتقد على أن الجواب ديالكم السيد الوزير هو يعني درنا واحد الاتفاق ودابا غادي نديروا واحد الاتفاق باش نكملوا واحد الاتفاق. هذا أمر اسمح لي السيد الوزير، يعني الوفاء بالتزامات خصكم تلتزموا مع 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 الأساتذة ومع رجال ونساء التعليم. النقطة الثانية هو أن الترقية بالشهادات لا تهم فقط هيئة التدريس، كاين الملحقين، كاين الممونين، التوجيه والتخطيط بمعنى أطور ديال هيئة التدريس، كاين الإقصاء ديال واحد المجموعة كبيرة. النقطة الثالثة السيد الوزير هو أن هذه المباراة اللي غديروها في يونيو ولا في يوليو غيكون عندنا امتحانات ديال البكالوريا، إلا درتوها في سبتمبر أكتوبر غيكون الدخول المدرسي، فالأحرى على الأقل إلا قدرتوا ديروها في شهر مارس على الأقل يكون سيكون أفضل. أيضا طبيعة الحال كذلك الاتفاق اللي وقعته بطبيعة الحال يوم السبت السيد الوزير، ماشي بالضرورة نجاوبكم أنا ونقول، ولكن شوفوا الساحة التعليمية، التوجيه والتخطيط صدروا بلاغ تيرفضوه، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد صدروا بلاغ تيرفضوه، حاملي الشهادات كذلك ومثال، الأساتذة اللي عندهم ديال خارج السلم مستمرين في المقاطعة ديال المسار، وهذا اللي كيهدد بطبيعة الحال أبناء المغاربة في المدارس العمومية بالخصوص، بالإضافة بطبيعة الحال إلى الناس ديال الزنزانة 10 تاهم رفضوا هذا الاتفاق السيد الوزير. نتمناو على أن يعني تزيدوا تجتهدوا أكثر، بغينا نظام أساسي فعلا يكون حقيقي. إلا كنتوا لغيتوا التقاعد خصكم التعاقد، قولوها بصريح العبارة، قولوا أن هاد 119,000 أستاذ كنعطيوهم أرقام تأجير ويقولوا بحالهم بحال الأساتذة العاديين، هذا ربما ما كاينش. لذلك الناس ديال هاد التنسيقية راكم شفتوا السيد الوزير البيان البلاغ ديالهم اللي خرج. أيضا اتفاق المرحلي السيد الوزير تحدث كذلك عن الأساتذة الذين المكلفين خارج إطارهم الأصلي، وصدرتم فيهم مرسوم وقلت غتنظموا لهم كذلك مباراة وهذا لم يحصل. أيضا الاتفاق المرحلي تحدث عن الملف ديال المتصرفين التربويين، سواء المتصرفين التربويين أو الإسناديين، لم تتم تكملة هذا الملف. نتمناو السيد الوزير على أن عندكم الوقت أنكم تجتهدوا أكثر وتحلوا المشاكل الحقيقية والمشاكل الكبيرة ديال الرجال ونساء التعليم، لأن وليداتنا بحاجة باش يقراو وتكون واحد الاستقرار ديال المنظومة. إلا ما كانتش طبيعة الحال استقرار المنظومة لا أعتقد على أن الأمور غتكون بخير. نتمناو على أنكم تجاوزوا السيد الوزير هذا الأمر، ونتمناو على أنكم توفوا بجميع الالتزامات ديالكم، لأن الوفاء بالالتزامات من الأساسيات ديال الرجال. شكرا سي خالد، نتمناو على أنكم توفوا. شكرا سي خالد.